من المختبر مع ناجي. مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامجكم من المختبر. أنا ناجي وبرحب فيكم، وجدا جدا مسرور أنه نرجع نلتقي مع بعضنا البعض. وأنا اليوم أيضاً فرحان كتير، لأنه مش بس عم نرجع نلتقي مع بعضنا البعض، ولكن لأنه معي اليوم ضيوف بالاستوديو. بدي رحب بالاستوديو اليوم، بدي رحب من المختبر معي بأيمي. أهلا وسهلا فيك يا أيمي. كيفك يا أيمي؟ نيحة. أهلا وسهلا كمان بأندرو. كيفك يا أندرو؟ نيحة. أنا كتير مبسوط أنه تكونوا معي اليوم بالمختبر، لحتى لي أنا وإنتو وكل المشاهدين يلي عم بيشوفونا اليوم على الهواء نقدر مع بعضنا البعض نعمل اختبارات يلي من خلالها رح نتعلم أمور مفيدة ومسلية. أصدقائي، رح نتابع حلقتنا هلأ ورح نعمل اختبار كتير كتير حلو يلي اسمه الكبيات يلي بتغني، أو الكبيات المغنية. وأيضا رح نتعلم من هيدا الاختبار عن الذبذبات الصوتية. وبشان هيك كمان نحن بحاجة لمواد بسيطة وسهلة جدا، يلي هي مي، كمية من المي، خل أيضا منلاقيه بالبيت ومثل العادي منطلب مساعدة أحد الأشخاص الكبار، وكبيات تكون على هيدا الشكل. ومن الأفضل إذا موجودة من مادة الكريستال. وهلأ أنا وإنتو وأيضا أيمي وأندي اللي هني معي بالمختبر رح نعمل هيدا الاختبار، ونشوف كيف رح نولد زبزبات صوتية أو موسيقى رائعة من خلال هالمواد البسيطة والسهلة الموجودة معنا. رح نعمله مع المي، رح ضيف كمية بسيطة من الخل، لأنه الخل بيساعد على الذبذبات الصوتية. وهلأ رح أوضع أصبعي داخل الماء على هالشكل، خلي يصير في كمية من الماء على الأصبع، لأنه الماء رح يخلي حركة الأصبع على الكباية تكون بطريقة أسرع، والملامسة بين الأصبع والكباية ضرورية جداً أنه يكون في عليها ماء لحتى تولد ذبذبات صوتية. وخلينا نشوف هلأ شو رح تكون النتيجة. شايفين أصدقائي شو عم بيصير؟ اللي عم بيصير أنه أصبعي بواسطة الماء والخل لما عم بيلتمس مع الزجاج عم بيخلي فيه ذبذبات، وبالتالي هالذبذبات عم بتخلي الزجاج يرتج. طبعا احنا ما منشوفه بعيوننا، ولكن هالارتجاج عم بيولد اصوات. شو رايكم يا ايمي واندي؟ انتو تجربوا هلا تعملوا نفس الشيء. منحط اصبعنا بالمي يلي اضفنا له ايضا الخل. عظيم، سامعين اصدقائي الاصوات شو حلوه؟ هلا طبعا نحن هالاصوات فينا نغير النغمات. عارفين يا ايمي واندي انه فينا نغير النغمات، يعني فينا نعلق نعمل اصوات عاليه واصوات ايضا منخفضه. وانا بعرف يا ايمي واندي انتم بتلعبوا موسيقى، ما هيك؟ بتعرفوا بالموسيقى في اصوات عاليه وفي اصوات منخفضه، وهذا الشيء فينا نغيره بواسطه الماء. فمثلا خلينا ناخذ هال، اذا اضفت كميه من الماء الى هذا الوعاء شوفوا كيف رح يتغير الصوت. شايفين كيف تغير صوت الوعاء؟ وكل ما ضيف كمية من الماء أكتر كل ما صوت الوعاء يتغير. لاحظتوا؟ صار أيضا مرتفع أكتر الصوت، أو بدنا نقول هيدا منخفض. وهلأ شو رأيكم أنتو أيضا جربوا تعملوا نفس الشيء؟ خلينا نضيف كمية من الماء عند أيمي، كمية من الماء أكتر عند أندي، وراح نشوف الفرق بالصوت. خلينا نبلش مع أندي لنشوف الصوت عند أندي كيف راح يكون. عظيم. وهلأ خلينا نشوف الصوت عند أيمي كيف راح يكون. نشوف كيف في فرق بالأصوات. وهلأ أنا وأيمي وأندي راح نعمل قطعة موسيقية. راح أضيف قليل من الماء هون، وهيدا راح أخليه بلا ماء. حاضرين؟
مع بعضنا البعض بنلعب أصوات مختلفة، كل واحد على ذوقه يلعب الصوت يلي بده إياه. أوكي. بنكون عم نولد أصوات كتير حلو. طبعاً إذا كنا عدد أكبر من الأشخاص وكان عنا عدد من الكاسات أكبر، هنا بعد نولد أصوات كتير حلوة. بهالاختبار نحن بحاجة لماء، لمادة الخل، ولكؤوس لازم تكون من مادة الكريستال. فنخرج القليل من الماء والخل على الشكل التالي، أي نبلل طرف الأصبع بالماء والخل ونقوم بحف طرف أصبعنا على حافة الكأس، مما يجعل هناك زبزبات صوتية أو موسيقية، وإذا أضفنا الماء إلى داخل الكأس اختلف صوت الزبزبات، وكلما ملأنا الكأس بالماء كلما أصبح الصوت أرفع. يلا خلينا نطير، يلا طيروا، علوا أكتر، علوا أكتر، علوا إيديكم لتطيروا مزبوط، علوا إيديكم لتطيروا مزبوط. عم بتطيروا، كيف حسين حالكم بالهواء؟ كيف حسين حالكم؟ طايرين منيح؟ شو يا إيمي طايرين منيح؟ عظيم كارول طايرين منيح؟ كتير منيح، كتير منيح. مشاهدينا، إيمي وكارول مش عم بتطيروا، هيدي خدعة بصرية. لحلمكن كيف هالخدعة البصرية عم بتصير. ترجعوا شوي لورا يا إيمي ويا كارول. أوكي عظيم. مثل ما لاحظتوا قدامي هون في مرآة، وكما نحن نعلم إنه المرآة هي بتعكس الأغراض، وطبعا نحن بحاجة للضوء لحتى المرآة بدورة تقدر إنه تعكس الغرض. اللي عم بيصير إنه المرآة لما بتعكس الغرض تعكس الغرض تماماً مثل ما هو. فمثلاً إذا وضعت قطعة هالبلاستيك قدام المرآة، رح نلاحظ إنه المسافة بين قطعة البلاستيك والمرآة نفس المسافة بين انعكاس قطعة البلاستيك على المرآة، وبالتالي منشوف نفس الغرض. وهيك إذا عملته على هالشكل للغرض نطلع مزبوط على المرآة، منحس إنه الغرض وكأنه يطير في الهواء. هذه مجرد خدعة بصرية ومجرد انعكاس للضوء على المرآة. خليني فرجيكم بدوري أنا كيف رح كون عم طير هلأ. رح أقرب، شايفين إجري هوني، وإذا منطلع بالمرآة بنشوف انعكاس إجري بالتمام، ولما بحرك إجري إلى الأمام وإلى الوراء كأنه أنا عم طير في الهواء. هيك بين أنا كأنه عم طير في الهواء، وهيدي هي مثل ما قلت لكم مجرد خدعة بصرية. وهلأ أنا وإيمي وكارول ثلاثتنا رح نطير في الهواء. يلا قربوا، حضروا حالكم. أيوة أوكي، حاضرين لحتى نطير في الهواء، حاضرين إلى الانطلاق إلى الفضاء الخارجي. واحد اثنين يلا تعالوا نطير. هو وين رايحين نحن؟ طايرين في الهواء. بهالاختبار نحن فقط بحاجة إلى مرآة كبيرة. المرآة تعكس الغرض تماماً مثل ما هو، فبالتالي إذا وضعنا رجلنا أمام المرآة ورفعناها لفوق سوف تنعكس بالمرآة، وسيبدو كأننا رفعنا الرجلين معاً وبدأنا بالطيران. إذا نفخت هوا بهالنربيج يلي في شوية مي، هيدي هي النتيجة يلي رح تحصل عليها. وهيدا تقريبا هو النظام البدائي يلي هو وراء اختراع الووتر ميوزيك شوز أو نوافير المياه يلي عاملة على الموسيقى. طيب شو يلي بيجعل من هالاختبار البدائي شغلة هالقد حلوة مثل هالنوافير؟ الساوند ويفز أو الموجات الصوتية هي يلي بتصدر الضغط يلي بدوره بحرك المياه. هالمياه بتمر بأنابيب خاصة وفيها ثقوب بأخرة، موزعة ومهندسة بشكل إنها تخرج المياه بشكل نوافير جميلة.
وأكيد الإضاءة يلي توجه صوب هالنوافير بتزيد من جماله. وللإجابة على السؤال يلي ممكن تسألوه وقت يلي بتشوفوا هالنوافير ويلي هو ليش بيتحركوا بشكل إيقاعي مع الموسيقى، من إلكن إنه بكل بساطة هالضغط يلي بتصدره الموجات بيتحرك وبيتغير مع حجم الصوت، يلي عند ما يقوى بتعلى المياه وعند ما يوطى بينخفض مستوى المياه. وهيك منشوف مع التغيير المتواصل بالصوت تلاعب رائع بمياه نوافير الموسيقى لمتعة العين والنظر. حاضرين مشاهدينا لحتى نعمل اختبارنا الأول، إيمي وأندرو كارول حاضرين لحتى نشوف شو رح نتعلم من خلال هالاختبار الأول. سبق بحلقة ماضية تكلمنا عن الذبذبات الصوتية، اليوم رح نتكلم شوي عن هالموضوع الذبذبات الصوتية، ورح نعمل اختبار سهل وبسيط جدا يلي من خلاله رح نتعلم أمر مسلي. ومن أجل اختبارنا نحن بحاجة إلى كيسين من الماء، واحد يكون فيه قليل من الماء والتاني مش ضروري يكون فيه ماء. إذن كيسين، وبحاجة إلى عود الكبريت. هلأ رح أعمله أنا، رح أتكلم مع عود الكبريت وخلي عود الكبريت يتحرك منه لحاله. رح أنا أتكلم مع العود الكبريت وخلي العود الكبريت يتحرك لحاله. شوفوا كيف رح أعمل، شوفوا يا إيمي وأندي ويا كارول كيف رح خلي عود الكبريت منه لحاله يقع على الأرض. يا عود الكبريت تحرك، يا عود الكبريت تحرك. خلينا نرجع نعمل مرة تانية نشوف هالاختبار كيف عم بيصير. يا عود الكبريت تحرك. يه شو عم بيصير أصدقائي؟ ليه عم بيصير؟ طبعا هو أمر علمي، أنا ما في حرك عود الكبريت بفكري، ولكن اللي عم بعمله انتبهوا مزبوط، عم بولد ذبذبات صوتية يلي عم تنتقل من مكان إلى آخر. الذبذبات الصوتية يلي عم بولدها بهالكيس، لاحظين الذبذبات الصوتية هي مجرد ارتجاجات للزجاج. هالارتجاجات الصوتية عم تمتد من هالمنطقة إلى الكيس الثاني، وبدورة عم بتخلي الكيس الثاني يحصل فيه أيضا ارتجاجات، وبالتالي عم تتحرك الكبريتة. خلينا نشوف كيف رح يكون الاختبار. نشوف كيف العود عم يتحرك وبيوقع. شو رأيك يا كارول؟ انت تجربي تعملي هالاختبار. يلا يا كارول خلينا نشوف كيف. أيوة بلا ما تدقي بالوعاء الثاني. نعم ايه بدك تحطي اصبعك بقوة شوي اكتر. ايه بدك تشدي شوي اكتر. هيت لقلي كيف. ها نحطه هيك منقربهم لبعضهم. شفت كيف عم بيتحرك الكبريت وبيوقع. شو رايكم يا ايمي واندي؟ انتو تجربوا تعملوا هالاختبار. يلا مين بده يجرب؟ ايمي او اندي؟ يلا ايمي لحظة قرب الوعاء. ايوة اوكي اها نعم نعم. ايه بدك تشد ايدك شوي اكتر. بدك تشد ايدك اكتر شوي. ايوة عم بيتحرك عم بيتحرك العود. بدك تعملي بسرعة شوي اكتر. هيك لجرب انا بدوري. شفت كيف انا عمله؟ عملي هالطريقة هيدي. شفت كيف عم بيتحرك العود؟ ضلوا يتحرك لحتى ليوقع. بهالاختبار نحن بحاجة الى كأسين، واحد فارغ وآخر يحتوي على القليل من الماء، وبحاجة أيضا إلى عودين من الكبريت. نضع عودين الكبريت على طرف الكأس الفارغ، ونضع الكأس الآخر بلصقه،
ونبلل طرف أصبعنا بالماء ونحف طرف الكأس، وبالتالي نرى أن عود الكبريت يسقط نتيجة انتقال الارتجاجات الصوتية من هذا الكأس إلى الكأس الآخر. وما تنسوا أصدقائي كمان أنه تضلكن على اتصال معنا وتراسلونا، لأنه كمان لح نبقى نشوف مع بعضنا البعض الأسئلة يلي شفناها بالموسم. أصدقائي هلأ حين الوقت لإلكن حتى أنتوا بدوركن تجربوا تجاوبوا على سؤال الحلقة. سؤال سهل وبسيط يا أيمي وأندي ويا مشاهدينا، وهو على الشكل التالي: ما هي أشهر قطعة موسيقية للفنان بيتهوفن؟ إذن ما هي أشهر قطعة موسيقية لبيتهوفن؟ يلا أصدقائي عملوا بحثكم العلمي ولعندي على المختبر أنا بانتظار أجوبتكم. أصدقائي حين الوقت هلأ أنتوا بدوركم تعرفوا سؤال الحلقة. سؤال بسيط وسهل جدا بحسب الاختبار يلي عملناه قبل شوي. السؤال هو: شو يلي بيطهر قلبنا من الخطية؟ إذن أصدقائي ما الذي ينزع الخطية من حياتنا؟ يلا أصدقائي لعندي على المختبر أنا بانتظار أجوبتكم. أصدقائي هلأ حين الوقت لحتى لنسألكم سؤال الحلقة. شو هو هالسؤال يا أندرو؟ شو أطول نهر بالعالم؟ أيمي شو السؤال؟ شو أطول نهر بالعالم؟ بتذكرينا بالسؤال يا كارول؟ شو أطول نهر بالعالم؟ يلا أصدقائي لعندي على المختبر أنا بانتظار أجوبتكم. أصدقائي للأسف حلقتنا لليوم انتهت، ولكن طبعا لقاءاتنا مستمرة. أيمي وأندرو وكارول وأنا من المختبر منودعكم ومنقلكم باي.